عماد. ترشيح كلمة حساسة جدا في الوسط الرياضي السعودي. ليه؟ لنا أكثر من 20 سنة تقريبا نردد كلمة ترشيح وترشح عن طريق المكتب وعن طريق المكتب. اليوم انتهت هذه الأسطوانة، اليوم بيشارك الهلال ويستحق ذلك، سواء عاد انتهت من أي ناحية؟ انتهت من ناحية أنه في فريق كان مرشح اللي هو النصر عن طريق مكتب وليس عن طريق استحقاق. اليوم جت للهلال وبعد 20 سنة عشان تنتهي هذه الأسطوانة. ايا كان مثل ما تفضل اخوي عبد الله انه الشيء صحيح انه منطقيا الهلال اللي يلعب لانه هو بطل النسخه الاخيره. واعتقد حتى افريقيا اذا ما خانني ذاكرتي انه حتى افريقيا الاهلي ايضا الاهلي بطل النسخه الاخيره. لا الاهلي وصيف النسخه الاخيره لكن لانها مقامه في المغرب فالبطل الوداد فيأخذ الوصيف كذلك. صحيح لكن يستحق الترشيح ونتمنى التوفيق ان شاء الله يقدم نسخه افضل من النسخة الماضية ونشوف إن شاء الله في مراكز متقدمة.